فقضية الحكم بمعنى أن يكون الله جل جلاله هو الحكم، هو الآمر، هو الناهي، هو المحلل، هو المحرم، فنقول الدين ما شرعه الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأنه لا يملك أحد من البشر أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا من أوحى الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا جل جلاله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل من قائل في اعتراضا على ما كان يصنعه المشركون من التحليل والتحريم بأهوائهم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الله جل جلاله سمى هذا افتراء، وفي موضع آخر سماه شركا فقال جل من قائل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك ما فوق 130 من سورة الأنعام، هذه الآيات بعد الآية 130 كلها حديث عن معتقدات أهل الجاهلية في تحاكمهم إلى أهوائهم في التحليل والتحريم. ولذلك نقول الحاكمية تعني أن الحكم لله جل جلاله، الحكم لله سبحانه، هذا منصوص عليه في كثير من آي القرآن. الله جل جلاله في سورة الأنعام يقول قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.